قبل ما ناخد الملخص نروح للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره عشان عايزين نساله في اسئله مهمه، اسئله بخصوص كاس مصر واسئله بخصوص مباراه الاهلي والزمالك، المباراه هتتلعب فين ان شاء الله. سياده العميد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم كل سنه طيب. الله يخليك، كل سنه حضرتك طيب. انت بس عسلنا يا كابتن. ومبروك الحمد لله، يعني مباراه الاهلي والمصري تمت بنجاح وبشكل رائع جدا امبارح. الحمد لله كابتن، الحمد لله. والدوري ماشي كويس اهو، قربنا نخلصه ونخلص منه. والله يا كفايه كده كابتن، الحمد لله. الحمد لله. طيب يعني ليا سؤالين عند حضرتك، السؤال الاول بخصوص مباراه الاهلي والزمالك، هل برضه هتتلعب على استاد شرم الشيخ؟ والله يا كابتن كريم، يعني انا كنت مع كابتن عامر حسين على التليفون ولسه حتى الان ما وصلناش لقرار بالنسبه لماتش الاهلي والزمالك. تمام. يعني لحد ما بكلم حضرتك بترجع برضه للامن والتنسيق الامني في هذا الموضوع. الماتش ماتش الاهلي. فهل هنلعبه في شرم الشيخ، هل نلعبه في السويس، هل نلعبه في القاهرة؟ كل ده النهاردة يعني في كده يعني تنسيق مع الأمن في الموضوع ده. فأعتقد إن خلال بكرة إن شاء الله يكون وصلنا لقرار نهائي. يعني ليه ما يتلعبش في برج العرب؟ يعني ليه مش حاطين برج العرب في الاحتمالات؟ بالعكس. بالعكس، احنا طبعا نتمنى نلعبه في برج العرب، لكن يعني في يعني برج العرب في كده عدم موافقات على ماتشات الانديه. يعني احنا بعد الاحداث اللي حصلت الاخيره كانت اعتقد ان اي ماتش عشان برج العرب استاد عسكري يعني. فبيوافقوا للمنتخب بس. فكل ماتشات المنتخبات شغالين عليها. بالعكس، احنا كنا نتمنى ان ماتشات الاهلي والزمالك في الكونفدراليه يتلعب في برج العرب. ايوه. لكن الموافقات في برج العرب كسير عسكري خاص بالمنتخبات بس. ايوه. يعني الاقرب ايه طيب يا سياده العميد بالنسبه الاقرب السويس. السويس، استاد السويس الجديد. مباراه الاهلي والزمالك ده الاقرب يعني. السويس، بطرس بورت، شرم الشيخ، حاجه من الثلاثه دول. يعني بنشوف بس الموافقات الامنيه هنلعب فين. هو السويس بقى يبقى افضل عشان السويس برضو ملعب كبير، وانت عارف ماتش اهلي والزمالك يعني برضه محتاجين يعني يبقى الملعب كبير وواسع. يعني الملعب امبارح كان كويس جدا، بس ماتش الاهلي والزمالك ليه اوضاع معينه. بالظبط بالظبط. يعني كل الناس بتشكر في ماتش امبارح والارضيه كويسه وشغل. لا الارضيه يعني مش كويسه قوي، بس الارضيه مع الوقت، انت عارف الملعب لسه جديد والرمل لسه ما مسكش، يعني مع الوقت هيبقى افضل مع الوقت. بس كابتن كريم، وجود مشكور طبعا. طبعا طبعا طبعا. لكن هي حضرتك ماتش اهلي وزمالك ليه يعني تنسيق معين. صح. فبالتالي الكابتن عامر يعني الحوارات شغاله، باذن الله بكره نكون وصلنا للقرار باذن الله. يعني السويس اقرب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب سياده العميد، بالنسبه لبطوله كاس مصر، انا يمكن قلت اقتراح امبارح ان اسلم حل لبطوله كاس مصر، وده هيفيد الجميع سواء انديه سواء لعيبه سواء اتحاد كوره ويعرف يسوق كويس بطوله كاس مصر، ان هي تتعمل مع بدايه الموسم الجديد او افتتاحيه الموسم الجديد بعد ماتش مصر وتشاد. هيبقى عندنا يعني اسبوعين ثلاثه نقدر نعمل فيهم بطوله كاس مصر قبل بدايه الدوري، ايه رايك؟ والله كابتن كريم طبعا، يعني مش عايز اقول لحضرتك، لما احنا قررنا ان احنا نعمل قرعه وكده كان المطلوب بس فيها المواجهات تبقى يعني معروفه. مسماه بس. الكابتن عامر طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك عبء عليه كبير جدا، مش لاقي اي توقيتات. ده ما حضرتك بتقول كده ده الحل الامثل. لكن احنا كنا بنتمنى ان احنا نلعب دور ال 16 بس. في فتره يعني عارف من هنا طبعا لنهايه الدوري في توقفات وكده، فكان مطلوب بس انك انت تحاول تخلص دور ال 16. حلو، ما ممكن يتلعب دور ال 16، ايه المشكله في الوقت ده؟ والانديه شغاله قبل ما الانديه تاخد راحه. ده ما انت كده كده حضرتك الدوري شغال اربعة تمام. بالظبط بالظبط. فهو الكابتن عامر يعني بيبذل جهد انه ان نلعب دور ال 16، وزي ما انت بتقول كده بعد ما الدوري ينتهي نكمل بقى الدور الثمانيه والنهائي والقبل النهائي في الفتره اللي قبل الدوري على طول. اللي هي بعد ماتش مصر وتشاد. خلي بالك يا كابتن كريم، انت عندك منتخب مصر الاولمبي مسافر اللي هي البطوله اوغندا. مسافر غير اوغندا. لا غير اوغندا، مسافر شهر 9 برضه البطوله اللي هي الكونغو دي، البطوله الافريقيه، دوره الالعاب الافريقيه. ايوه. وعندك الاهلي والزمالك وسموحه، يعني الوقت بالنسبه لك صعب جدا. أيوه. لكن ان شاء الله هيتلعب، ويعني زي ما انت بتقول كده مع بدايه. عارف يا سياده العميد، هو في فايده لايه؟ اول حاجه الانديه هتبقى مخلصه الدوري، في انديه هتبقى مخلصه الدوري من 11 ل 12 7 13 نادي. تمام. في اربع خمس انديه، الاهلي والزمالك ووادي دجله وطلائع الجيش وام بي، دول اللي هيستنوا عشان يلعبوا الماتشات المؤجله. صح صح. فالانديه تقدر تريح، تاخد ثلاث اسابيع راحه
ما بين الدورين ما بين الموسمين، وبعدين تبدا فتره اعداد بدايه مثلا قول من 10 8 تستعد بقى لبطوله كاس مصر لمده شهر لغايه 10 9 فهيبقى. واللعيبه كنت عارف كل نادي بيشتري لعيبه جديده، فاللعيبه تكون انسجمت، وبرده الانديه خدت نفسها شويه، والاتحاد الكوره يعرف يسوق كاس مصر، يبقى افتتاحيه موسم تبقى حاجه ان شاء الله جميله. فيعني انا شايف ان الوقت ده هو الافضل لبطوله كاس مصر اللي هو في شهر 9 بعد ماتش مصر وتشاد. مفيش يعني مفيش بدائل غير الكلام اللي انت بتقوله، يعني ما عندكش بدائل ثانيه. أيوه. لانك انت هتجيبها يمين تجيبها شمال، انت عندك كل الفتره اللي جايه دي ارتباطات، ما عندكش التوقيت ما عندكش التوقيت غير اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي بعد نهايه يعني تخلص دور ال 16 وتلعب الادوار الثلاثه في بدايه الموسم. ايوه وبعدين التسويق بتاع الكاس احنا يعني شبه منتهي الموضوع، وعملنا مزايده ثانيه برضو. هيروح لمين؟ هيروح للشركه الراعيه. الشركه الراعيه هي اللي هتاخد كاس مصر. ما هو يعني بعد اذنك، هو طبعا مش مجامله اليوم. أيوه. هم الشركه الوحيده اللي قدمت العرض اللي يتناسب مع كاس مصر والسوبر. ايوه فان شاء الله يعني يمشي الكاس وتبقى الامور كويسه باذن الله. لكن هتحددوا الموعد النهائي امتى يا سياده العميد؟ بكره. لا كاس مصر؟ كاس مصر ان شاء الله الكابتن عامر قبل يوم الخميس هيكون على الاقل، بقول لحضرتك بس دور ال 16 خطفنا دور ال 16. دور ال 16 تمام. واللي انت بتتكلم فيه ده هو ده يعني العرض اللي ماشي فيه الكابتن عامر الاقرب، اللي هو مع بقيه دور الثمانيه والدور قبل النهائي والنهائي في شهر 9. تمام كده، تمام ان شاء الله. في حاجه عايز توضحها بالنسبه لاتحاد الكوره اليومين اللي فاتوا دول ولا حاجه احنا ما نعرفهاش؟ لا اكتر من كده توضيح. لا كل حاجه واضحه. عامل ايه في الدورات الرمضانيه، بتلعب ولا ما بتلعبش؟ لا والله انا كنت في العمره بقى وقعدت لك هنا، كنت لسه جاي. عمره مقبوله ان شاء الله. الله يخليك. بس الحمد لله على السلامة. يعني في ناس بتنتقد ان كان في اعداد كتيره في الجماهير. الماتشات الجايه وخاصه ماتش الاهلي والزمالك مش هيسمح غير لاعضاء مجلس اداره، من غير جوابات، من غير فاكسات، من غير ما نبلغ الامن، اللي مش هيكون اعضاء مجلس اداره مش هيدخل ماتش. مش هيخش الماتش الاهلي والزمالك بالذات عشان طبعا. يعني الامر يبقى واضح، لان احنا برضو يعني الكلام يا كابتن كريم مهما تعمل وتعمل قرارات، لكن تفعيله على الواقع ان بيجي لك حد معين، شخصيه عامه معروفه عاوز يدخل، صحفيين، اعلام، لا مصر قال له الزمالك يوم 21 لن يسمح الا المجالس الادارات فقط لا غير، من غير جواب. اللي مش معروف انه عضو مجلس اداره مش هيدخل. تمام بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد، وعمره مقبوله ان شاء الله، الحمد لله على السلامه، ويعني كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك شكرا جزيلا. طيب يعني كده خلاص عرفنا قصه الملعب بالنسبه للاهلي والزمالك يوم 21/7، الاقرب هو استاد السويس، والقرار هيبقى بكره ان شاء الله. بالنسبه لبطوله كاس مصر، اتحاد الكوره عايز يعمل دور ال 16 في الفتره اللي هي لغايه نهايه الدوري الفتره الحاليه، وبعد كده بقيه الادوار دور الثمانيه ودور القبل النهائي والمباراه النهائيه هيتلعبوا يعني بشكل كبير بعد مباراه مصر وتشاد في شهر 9 ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد. خلينا نروح لمباراه